هلو جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد في لاشين ديال يوتيوب. مهم هذا غيكون خاص الفيديو في الاول ديال الفيديو هذا الفيديو في الاول ديال الفيديو اتفق. المهم هذا المقطع ديال الفيديو غيكون خاص بالايرون و وسميتو البويلد. سو حرك الكاميرا لهذا الشيء. بالنسبه للبويلد فوالا، هذا احسن بويلد لقيته انا خاص بايريليا. غتمشيو بالترينيتي فورس هي الاولى، غتمشيو بهاد اللعيبه هي الثانيه، غتمشيو بزونيا بليد وهذا او انجلز. سو هذا هو البويلد. بالنسبه للرون غتمشيو كونكيرور، ما غتمشيوش بهذه، غتمشيو بهذه. علاش؟ حيت هذه قال لك تعيد الاطاحات بالابطال 10% من الصحه الناقصه، وكتب دارا كيولي بلوس 3% اضافيه للاعداء اللي كتكون الصحه ديالهم ناقصه على 35%. So that's a good thing. علاش؟ حيت فين ما كتكون داخل في شي فايت كتفوكسي شخص واحد بإيريليا، كتقتل هذاك كتاخد الدم، كيولي عندك واحد الدم زائد هاد الابيليتي الثانيه اللي كتكون كتهيليك ديجا، ياك تقدر تمشي شبه هادي الا بغيتي تزيد دير داك التناسيتي ديالك، داك التماسك، وانك فين ما تقتل شي واحد كتاخد عليه 20 صحه، يعني 20 في الدم كتزاد لك في الدم كل اطاحه. That's a good thing. يعني هادو بجوج مزيانين. انا كنفضل هادي كنمشي بيها. بعض المرات كتكون كتفايتي كتخرج من الفايت واحد 6 سكوند ولا مي با 5 سكوند كتهيلي شويه كترجع عاوتاني للفايت، فهمتي؟ So that's a good thing. هادو هما لي رون اللي كنمشي بيهم وهما اللي كاينين في هاد الفيديو اللي غتشوفوه اليوم من مور هاد المقطع. So هادشي اللي كاين الخوت، احسن بويد ديال ايريليا. كنتمنى انكم تكملوا المقطع حتى الاخر، حيت فريمون غتستافدو بزاف من هاد الفيديو، بزاف بزاف، سيرتو بالناس اللي باغيين يمينيو ايريليا في الوايلد ريفت، غتستافدو بزاف. جو جور انت اللي كتشوف فيا بلي غتستافد بزاف من هاد الفيديو. كملوا جوسكا لا فان. كنتمنى لكم مشاهده سعيده وممتعه. تهلاو ليا فراسكم، نخليكم مع الكمال ديال الفيديو. تشاو تشاو. هلو جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد في لاشين ديال يوتيوب. كما العاده اليوم جبت لكم واحد الجيم بلاي. يا سلام ايريليا، جبت لكم احسن بويلد ممكن تحط فيديو ايريليا في الوايلد دريفت على حسابي بضماناتي الشخصيه. خوتي راه شي حاجه او بي، غتشوفوا كوادرو. عرفتي واحد بنتاكيل ما عرفتش مشات ليا في الاخر، داها ليا سميتو كوركي، ماشي مشكل. المهم انتم تفرجوا مزيان هاد الجيم بلاي. انا اللي كاريت الجيم، الدراري اللي معايا كاملين انا غنوريكم شحال مره غيموتوا هما. راه بزاف، جو بونس جبت فيها 18 كيل وخمسه د المرات اللي مت بسببهم، غتلقاهم بسببهم. بعض المرات كنموت انا بسببي حيت كنتهور شويه، كنكر راسي بزاف، كنلعب شويه اغريسيف سريريا، ولكن جيم بلاي خطيره بزاف، راه تعلمنا بزاف الحوايج. المهم انا جيت دابا فهاد الطرف هذا، جيت ضد بونتيون. كيما كتشوفو بونتيون راه ماشي شي شاب لي ساهل، و غادي نوريكم واحد البويلد اخوتي راه بزاف بزاف اخوتي بصراحة. المهم خليكم تفرجوا اي اون ميم طون نشرح ليكم شنو غندير. دابا ملي تلعبو ضد بونتيون مثلا شي نهار تحسو ضد بونتيون، خاصكم تبقاو تصوروا بزاف على كنت عندي داك الطان ديالو هو بحال هكا، تبقاو تبوكيو شوية الدم باش تخليه يولي لو، فهمتي؟ غتلعب معاه باش يولي لو، وحتى الجانجل ديالو غادي نقول لك غيبقى غيبقى بحال قلت شايفو كيسيني شوية، غيمرضني شوية في الأول، ولكن ماشي مشكل. فايز ديما بعيد، ديما كتلقى بعيد عليا، غيجي واحد اللحظة عندي غيعاونني بصراحة، غنجيب معاه واحد الكيل، ولكن نجيبها بالاي كيو ديالي. سو شتي كي كنبوكي من بعيد، كندي كناخد الفارم ديالي و كنبوكي ات ذا سيم تايم. قتل حالي او لعيبة كنغلط فيها، او هنا كنعيش مني على بيكسو. شديتو شتي ستان، ديما ستان كاين هاد البلان ديال ستان، خاصكم تعلموا انكم تبقاو الى شي واحد لعب معاكم اغريسيف جا دخل عندكم الكروب ستانيو، ما تضيعوش ستان في الاول، لا خليو عندكم ستان ديالك تشوف حماية الأوسط، تعاونكم بصح كيجي كيبغي كتكون فيها وان شوت
كيف تقصد أنا توري ديما ستان ديالكم خاصو يبقى كاين. المهم هنا غنباكي غنزيد شويه حيت الطاق طويل شويه كنزرب شويه ماشي مشكل. اوكي سو انتوما غتشوفوا البلان كيفاش داير. بالنسبه للبويل دا خوتي راه غنجيب لكم جبت لكم اربعه ديال الاي اربعه ديال الايتم اون فوا البويل دي واحد اربعه ديال الايتم ترى ماشي راسي شو انا غيهرب ليا انا دابا اكيد اكيد نجيب بزاف بس كونتير راه الزبير ديالي وهنا فين نجي في الدار نضربو في الشيء هو غندخل عليه في الشيء في ديك الضربة الأخرى جبتها فهمتي جبتها بالاي كيو ديالي يعني ديك اللحظة اللي غيدم لي بالالت انا ندخل موراها مباشرة بالكيو فهمتي اي صح هادشي اللي درت علينا التحرك في الاستمرار كي لا يتوقع خطوتنا الثانية انا باكي دابا باي ذا واي يعني ما عمرك تقطع فلوس بزاف ديما يبان لك شي حاجه غتشريها باكي شري ورجع شحال ما ولدت الايتم شحال ما راك رابح فهمتي. شوف دابا شوف الانمي تيم شوف الانمي تيم تقريبا كامل عنده ايتم. شوف ايفلين عندها ايتم انا باقي ما كملتش ايتم واحد. شوف ميس فورتشن عندها ايتم كاتارينا عندها ايتم فهمتي يعني خاصك ديما تبقى ترجع باش حيت ملي غتدخل في شي فايت يكون عندهم هما افضليه باسكو هما الايتم اللي كيستعملو كيولي عندك الاخر لي زابيليتي ديالو كامل يعني كاع ديك المميزات ديالو كيولي تستافد منهم. شو انا كندير ليه انا معايا انا الزبير ديالي سو وقفني هنا وانا اللي خليت فيها باي ذا واي حيت كان عندي الكيو ديالي وما درتوش كون في ديك الاوطو الاخراني دخلت فيه بكي وكون قتلته انا الاول حيت كان خاصو يكي واحد يموت برج حمايه السفليه يتعرض للهجوم. اوكي جو 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 قتل حليب. اوكي دابا هنا الى جينا نشوف البدايه ديال الجيم ديالي واحد واحد يعني ماشي شي بدايه واعره اوفي لعبت ولي اوفي ولكن راه انفانت من الايتم ديالي غتشهم الاري اللي فيك اللحظه انا غنضرب ليه ديما في مسك باللي داك الشاف اللي كيفاش ما كاين استغل الفرصه بيان سور في البال حيت غيجي دابا عندي بونتيون ولكن غنكون دخلت ليه مزيان في الشريط انا غنقتلو هنا شوفو وما غنموت لا خالص دوروني كده سي دابا اللي كيشوف الجيم بلاي بحال هكا غادا غايقول واو جديد هذا صافي مشى الجيم لا مشاش خاصك تكون تخدم مع عقلك شويه وغادي تربح. انت غتشوف الصاد تفرجوا مزيان تفرجوا حتى الاخر ديال الجيم تفرجوا حتى الاخر تفرجوا الفيديو كامل واخا هو طويل شويه غيكون لكن تفرجوا كامل حيت غتستافدوا بزاف. انا راه كنت كنكتب لهم شي حاجه ما عقلتش اكزاكتلي كتبت واقيلا الجانجل كتبت الفيس باش يبقى معايا الفوق او يتبعني غيجي معايا الفوق. كنت كنكتب ليه باش نقول ليه راه كاطا لعابه مع بونتيون وكتبت سبامي توب لين كتبقى تجي عندي بزاف. المهم انا نحاول نكمل هما 100% غيكون دابا وقيلا في جيت دراغون حيت دراغون ملي كيكون اغلبيه كيروتيتي كامل جيت دراغون تي هما دارو بريك رابونتي تي بان في المليون نحاول انا نكمل التوري لهادي تولي ديك الساعه شنو ندير الروتيتي اوزي عندي بأوتي انا عندو هاديك اللعيبه ديالي تما حتى الا نوا كيتبعني ولا شي لعيبه هنا اللي ما كانتش معاه هو في زي كاطا. شوف اي فوا كيجي اي فوا كيجي عندي بونتيون كتبان لي كاطا في الماب جايه تاهي قتل العدو شير قتل مزدوج قتل العدو. المهم ماشي مشكل يا
ايزي ايزي جيم هادشي غتفرجوا فواحد هادشي غتشوفوا الايتم هو الدور الكبير اللي كتلعب كيلعبوا شوف انا كنقتلني لا شي هاو فيز جاي ليه انا غنموت غنموت حتى دابا وصلنا شحال شوف على كام باك غتولي شوف ميت ثلاثة د المرات وقاتل مرة واحدة غتشوف واحد الكومباك خطيرة جدا وانا اللي غنكون ام في بي ونجيب الترينكا ديال لي كيل من كيل وحدة ل 18 كيل مرتيزي سهلة بزاف كيسمعوا هاد اللعيبة هادي كيقولوا والي وات ذا فاك كيفاش يدير ليها وكيفاش هادي تفرج اسيري تفرج باش عرف بلي ايريليا فاش متميزة على ريفن تاريخ الجديد ديال ريفن هي ان ماشي تشامب ديال الايرلي جيم فقط هي واعره في الايرلي الايرلي كتكون في الميد باور يعني في الايرلي ديالو كتكون في الميد باور اما في الميد جيم راه مصيبه ايريليا انت تفرج بزاف الناس دابا حتى لدابا حيت ما كيمينيوهاش وما كيعرفوش يلعبوا بها كيحقروها كيقول لك ولا وايريليا هادي بالعكس ريفن واعر وكذا عندها دي كومبو واعرين تقدر دير كنص ديال الدم ديالك غير بكومبو واحد العاشر ايريليا كتواصل فيك عاشر بكومبو واحد هانتوما غتفرجو وكل شيء على البوي هاد البوي اللي شفتيكم اف وان راه والله كيف انا جولي يا سلام ربو فيه في سكالة فان فيديو وقودوا البوي انا دابا رفعت باش ناخذ سكور اي في الثاني وشي ديك اليد الحمراء بحال هكا دابا غيولي دابا غنولي اغريسيف اكثر من الخيار شوف هاد السبيد ديال علاش مشيتو لتيمو تيمو حيت كويك يعني ضعيف تيمو بزر باش قتلو ماشي ايريليا كتعدى على تيمو باي ذا واي الا لعب معاك شي واحد تيمو انت بايريليا انا ما بغيتش تربح المهم نكملو الجيم انا مشيت خديت داك السبايبات ديال كونتر الماج اللي كونتر الماج ماجيك ريزيست دابا غنمشيو جيس دريك هما اللي لعبو ديال دريك شو انا ندخل عليهم ها واحد سكيل انا هنا فين نبدا نبوكي دابا غنبدا دابا انا نولي نلعب في ادريسيس نخلي ريكين لايك ها دابل كيل وبقيت حي باش بقيت حي في نظركم باش بقيت حي الايتم الثاني اللي عاد شري اللي هو اللي كيخلي ايريليا تدخل وسط الفايت وكيبقى عندها داك التماسك علاش حيت الايتم الثاني اش كيقول لك هذا الايتم هذا راه هو اللي تسمر اش كيقول ودابا خديت زونيا من الزونيا ديالك هذاك الايتم اش كيدير لك كيهبط الهيل ديالك او الهيلت ديالك كيهبط واحد النيفو ديال قل من 35% كيكبر البيرسو ديالك كيولي عندك واحد نسبة تماسك كبيرة يعني كتقدر انك تفايتي وما كيمشيش لك واحد الدمج كبير وكتولي تطول في الفايت اوكي سو هنا غادي نكمل غنمشي لميس فورتون غنبغي نجيب فيها الكيل ما عرفتش غنجيب فيها الكيل هاي تاني دابا اللي شديتو غنبقى خاصني نجيب فيها الكيل علاش؟ كان عندي جوج ديال الكور ايتمز ديالي فهمتي خاصني نجيب الكيل كيل 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 كنت كنضرب انا كنت كنضرب انا عرفت راه خاصك تضرب ديال لي اولتي كنضرب وكنتحرك حيت هي الاولتي ديالها الى فيك كيبقى يضرب بزاف وحده تو ما عندكش كيفاش دير تبدل دور الاولتي ديالها شنو كندير كنبقى ندور عليها وكنضرب لي زوطو ديالي فهمتي باش نضرب الطاق خارق قتل العدو سو كيما كتشوفوا انا شفت دابا شحال وصلت ديالي انا درت الكومباك ديالي رجعت في الماتش بخمسه ديال لي كيل وميت ثلاثة د المرات اوكي شوف تفرج برج الحماية السفلية تعرضوا للهجوم دابا غنبقاو كاملين قراب للدريك علاش حيت الدريك مهم سيرتو الانفيرنال خاصنا ضروري الانفيرنال يكون عندنا انت راه كيحوموا هما تمايا كلهم تما وانا ندخل عليهم هنايا واحد شوف جوج لا اوت ديالي باقي ما نكملش انا غنموت هنا غنموت دخلت عليهم لا انا هنا دابا عندي هذا كان غلط ديالي انا بيرسونيل
ما كانش خاصني ندخل بالعكس من انا فلاشيت ومشيت كان عليا نمشي ما نموتش هذا غلط دار سؤال بيرسونيلمون كنتحمل المسؤوليه ديالو في هذه اللقطه هذه ما كان ما كنديرش الخطاب ديالو انا لا كنعرف الصراحه في هذه اللقطه كنستاهل نموت صراحه هذا ماشي مشكل هنا انا رجعت العدو في فورة قتل العدو أسطوري اوكي عندي اللايك في التليفون السعودية انا غنجيب كيف تيمو اوكي قتلت عدوا ايقاف سير على الله ولا التليفون مدت لي الفايد خد اللايك هذا خليها اخوان خد اللايك باش ندير بوست اوكي درت بوست خرجت من الجيم ورجعت على الله وعاد يتقاد لي اف بي اس على الله وعاد انا غنجيب كيل هادي شوف اول جي بونتيون نحاول نهرب من هنايا ما عرفتش هربنا شوف غنستعمل هذيك ديالي في الهدف الثاني باش ما يقدرش يفلاشي يدير لك وغندخلو عليه هنايا كاين زر عليه ويسكي الوغ ايزي كي جبنا فيه الكيل عاوتاني ونرجع جيجي نايس اوت بلاي شكون ياسر مشحوذة فلنجرب حدها زعما يقول لي ماشي اوت بلاي وراه كاين صعوبه ولي كنعتبر اوت بلاي حيت انا يعني التفكير ديالي كيفاش انا فكرت كيفاش انا قريت السيتياسيون اللي كنت فيها في ديك اللحظه انا كنت هارب ولكن ملي شفت الانمي تابعنا وفايز دار عليه اولتي قريتها في السماء عرفت ملي راه ايزي كيل قلت عليه انا غنبدا ناخذ انا الريد علاش انايا يعني سيدي ولكن غيجي هاد الكاتون ديال فايز دار عليا بسمايك ماشي مشكل عادي صافي جيت عليه زعما تما اش كدير صعيب اش كتخوص اوكي غنمشي غندخل فين يكون عندي اولتي بإيريليا دخل مفكرش مرة دخل على بنادم انا متحمس للغاية اوكي ميس فورسي الفوق المهم دابا نبقى نقلب على لي كي غنحاول نفيد راسي دابا مادام انا شريت الكور ايتمز ديالي الثالث يعني هو البليد صافي خاصني نفيدي راسي دابا باش نكاري الجيم الا ما فيديش شوف فرق 07 في لعب جانجل وخذا لي الريد وعنده 07 بوتلين غادي عليا الكومبو ديالو لكن شنو درت انايا راه مين ضربني بداك الكريش ديالو داك الكيو راه كان استطاع يقتلني نورمالي راه قراها مزيان ولكن هو انت باللي ريلي عندها الدبل سيكند ابيليتي ديالها الابيليتي الثانيه ديالها كتابسوربي الدامج كتاخذ داك الدامج الكبير اللي موالفه تاخذو علاش حيت كدير فيها تشارج بقيت مكليكي الا رجعتو لديك اللقطه بالضبط من تكونوا كتفرجوا رجعوا ليها غتلقاوني باللي انا كتمرك على سميتها على ديك لاصق حتى ضربني بداك الكيو عادي وانا كنت عادي هادي ايزي كيل اثنين انا قاسية صراحة المهم دابا صافي دابا شوف خلصت من ايتم انا قررت نكمل اخر ايتم ضروري خاصني يكون عندي كتولي تدخل عليهم كوادر كيل تزيد ايزي هو قررت نكمل الايتم ديالي كنتمنى هذا الفيديو هذا باسكو فريمون الا كملتوا الفيديو حتى الاخر غتستافدوا بزاف وما تنساوش تخليو ليا لايك سبسكرايب وبارطاجيو اللايف مع لي زامي ديالكم اللي باغيين يتعلموا الاريليا بزاف ديال الناس كنشوفهم لي جروب ديالنا حنا مغاربه وديك الشيء كنبارطاجي انا لي فيديو ديالي كنشوف بزاف كيهضروا على اريليا بزاف كندخل معاهم لي بارتي ديالهم كيبغوا يلعبوا باريليا كتلقاهم هما كيلعبوا بها مثلا مزيان مثلا كيعرفوها كيعرفوا لي زابيليتي ديالها ولكن كيعرفوا يكثروا بها مزيان هاد الفيديو هذا يعطيكم بزاف ديال لي زاستيس اللي تفرجتوا فيه المره الاولى الثانيه غادي تعرفوا تقراو اللعب ديال هادي ديال هادي ديال هادي
كما تشوفوا هنايا حط عليهم الاشعار ثاني كاين بحال الصحي. شوف لا 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 ما مت شديت ليكيد ترينك هاد ليكيد 14 كيلو ولات عندي اخوان يعني داكشي اللي بغيت نديرو في ديت راس الايتم علاش كنا خلاني كيف كاملة بوجهي الشعقة داكشي كامل اللي داروه كامل هو الايتم الثاني الايتم الرابع هادو هاد الربعة اللي كتشوفو فيهم دابا لتحت هما الفور ايتم راه هما اللي غندير لكم ان شاء الله في المينياتور بيكوز بهاد الايتمز الخوت كتولي ايريليا اوبي ديال بصح اوبي يعني ادخل اخويا فرتك ليا عباد الله ولكن خاصك تكون كتعرف الميكانيزم ديال ايريليا انا رجعنا عاوتاني للميكانيزم ورجعنا للجوهر الفكره من الاول اذا ما كتعرفش الميكانيزم ديال ايريليا دير تمرن عليها مزيان تمرن ما كاينش عيب تمرن على ايريليا مزيان وعاد ديك الساعه انجاز بها في الراكب او ما داولينا الدريك ولكن هنا غنمشي غنضرب فيهم كوادراكي هنا فين نضرب الكوادراكي اي ثينك سو حيت بها باش نجيبو الوان بسبب ديك الكوادراكي اللي غنضرب انا هي باش نجيبو الوان شوف شحال كتهيلي راه كتهيلي لي زوطو ديالي كيهيليوني بزاف وغنوريكم حتى لي رون حتى لي رون بدلت فيهم واحد اللعيبه عندها واحد الدور خطير حتى لي المهم تفرجوا لي يا اخوان تمتعوا باسكو كان الجيم بلاي واعر بزاف انا كنتفرج بزاف ديال الخوت نجور كيلقاو الدعم وكيتفرجوا فيهم الناس بزاف والله ما كيقصروا جيمات بحال هكا بالله بحال عنده جيم بلاي عادي جدا عنده 20000 فيو جو سي با صراحة خصنا ندعمو بعضياتنا وندعمو الخوت اللي كيخسرو المغاربة المغاربة أو الجزائريين أو الخوت المهم على العرب أنا كنهضر على العرب المغاربة خاصنا ندعمو بعضياتنا هادشي اللي كاين الخوت المهم انا غنمشي خديت الكور ايتم ماشي كور ايتم هذا كيبقى اكسبسيونال بغيتي تبيلدي ماجيك ريزيست بغيتي تبيلدي الارمر بغيتي انا كناخذ ديما اخر ايتم انا تريبل كيل تريبل كيل كوادرا كيل شو يلا غنمشي الكاطا يلا باغي نرجع للكاطا تضربك فوركي داليا بنتاكي ديالي ماشي مشكل هادي هادي صافي هادشي اللي كاين اخوتي بالنسبه للبويلد راه غنحاول نحطو لكم كما العاده في الفيديو ديالي في الاول ديال الفيديو باش نوريكم البويلد ديال ايريليا ولي رين تا هما ديالها باقي في الفيديو ديال رين اتوبي جايز اي هوب يو انجوي The game, thank you so much على المشاهدة ديالكم ميرسي بوكو على الدعم ديالكم الفيديو ديال ايريليا وصل 100 فيو بزاف الناس كتبوا 100 فيو لا شيء ولكن انا بالنسبة ليا كتعني ليا بزاف باسكو الكونتوني ديال لاشين ديالي كان خاص بالموسيقى الوغ الاغلبية اللي متبعيني لو وديت المزيكا وهذا عاد كونتنت جديد درتو في لاشين ديالي وكنتمنى انه يعجبكم وكنتمنى ان الفيديو ديالي تعجبكم بزاف الناس كيقولوا لي في لي جروب كمل 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 اخويا ايوب كنشوف راسي كنقصر صافا زوين يعني ماشي عيان زوين ماشي ما نقولش على راسي بروفيشنال كاينين دراري كنعرفهم انا مغاربه بعاد على الستي ديال السوشيال ميديا والجيمنج وداكشي ولكن كيقصروا خطير جدا كاين اللي مصيبه في الجيم بلايز ديالو ولكن ما كيبعدوا على اليوتيوب داكشي غنحاول انني نطلبهم يبقاو يصيفطوا لي لي هايلايت ديالهم يسجلوهم يصيفطوهم لي حتى هما نبقى نجمع فيديوهات وندير فيهم هايلايت فيديوز ديال الهايلايت ديالي لقطات ديالي في كوادرا بيتا وديالكم كذلك ونجمعهم كاملين غنعطيكم شي نقلب على شي نصاوب شي جيميل خاص بلي فيديو اللي تبقى تصيفطوا لي ونبداو ان شاء الله نلوحوا هاد اللعيبات ميرسي بوكو لي زامي صافي ان غون بليزير تو فوار تهلاو ليا فراسكم شكرا مرة أخرى على الدعم ما تنساوش اللايك سابس الكومنت خليو ليا كومنتيرات اللي تحت لي يشجعوني على الاستمرارية صافي غون بليزير مرة أخرى باي باي عليكم البويد لي رول كاينين في الأول ديال الفيديو تشاو. We'll be right back.